يمكن أن تدخل عليه هكذا كرات. هذا عبد الله رديف المنتخب السعودي مبكرا. الله، إن صح القول وإن لم يصح فهو الفدائي في كل الأحوال، وكرة تبعد من خالد أبو الهيدا ويمنع رديف من أن يضيف الهدف الأول للمنتخب السعودي. لاحظ الانفراد من عبد الله رديف، أراد أن يضعها في المرمى والكرة هنا تدخل فيها أبو الهيدا وأبعد الكرة عن الشباك الفلسطينية بفدائية وروح عالية. نعم هم يغرقون.